قاعدين بنتكلم على الثقافة التونسية وتونس الخضراء الجميلة والفن التونسي. صباح الخير، يسعد صباحك. في البداية طبعا شرفتنا ونورتنا وشكرا انك تلبيت الدعوة. حابين نتكلم على الحضارة التونسية من خلال الموسيقى. طبعا طبعا الموسيقى التونسية لها تاريخ، تاريخ كبير، وفي الاصل يعني لما نتحدث على بلد وعلى موسيقى لازم نروح على طول على الموسيقى الكلاسيكيه، يعني صحيح، لانه في فروع اخرى موسيقى معاصره ولا موسيقى فلكلوريه، بس الموسيقى الاصل هي الموسيقى الكلاسيكيه. نعم. والموسيقى الكلاسيكيه في تونس هي المالوف التونسي اللي هو ذو اصول اندلسيه. صحيح. عنده تاريخ كبير، بس في فتره حساسه من تاريخ تونس وقع الحفاظ عليه هذا التراث وهذا المالوف، يعني في فترة تتراوح ما بين 1932 و 1934، صار مؤتمر القاهرة اللي يتجمع فيه المفكرين والأدباء والفنانين اللي قرروا في كل بلد أنه يحافظوا على التراث الموسيقي، وتونس كانت سباقة يعني في تأسيس المعهد الرشيدي اللي هو حاول يحافظ على المالوف التونسي من خلال التدوين. صحيح. لأنه أي شيء لو ما يدونش حيبقى يتلقن بطريقة يعني مش زي تحفظ اليوم زي تحفظ بعد 20 سنة. صح. أنا حفظك شيء بعد 20 سنة تحفظه أنت لابنك يكون في اختلاف، لما يكون مكتوب ما فيش ولا اختلاف، يعني كلنا صح. على نفس المسار. هذا هو اللي صار، يعني تأسيس المعهد الرشيدي اللي هو كان يعني بصراحة كنز لتونس، اللي هو من خلاله تأسست فرقة الرشيدية وأصبح يعني مدرسة للموسيقى، بخلاف أنه قام بتدوين النوب، نقولوا نحن النوبه التونسيه. عندنا في تونس 13 نوبه في مقامات مختلفه. مزبوط. قمنا بتدوينها والحفاظ عليها واصبحت تتلقن الاجيال، وعندها جميل. اصلا في تونس عندها نخبه معينه تسمعها، لانه يعني المالوف التونسي اصبح الاغنيه الحين تغيرت وتطورت كذا، لكن دائما عندنا النخبه المثقفه تحافظ على المالوف هذاك. وفي لقاءات دورية، يعني كل المعهد الرشيدي بيقوم بحفل كل شهر. نعم. كل شهر، يعني النوبة التونسية في العرض تدوم مدة ساعة. يا يعني سلام. يعني حلو. يعني يا وليد. تفضل. يا الله يزيد فضلك، يعني أنت لما بدك تأخذني على تونس توديني على سوسة، توديني على بوسعيد، توديني على تونس العاصمة، قديش بدي يكون مبسوط أنا وبدي أشوف المناطق الجغرافية هناك. مرحبا. جد يعني أنا بحيي الشعب التونسي وتحية من القلب إلى القلب أخواننا التوانسة وحبايبنا، إنه لما بدنا نروح على تونس فعلا بدنا نشوف حواري تونس القديمة، بدنا نروح نرجع شوي للتاريخ وراء وبدنا نسمع كمان. شو بدك تسمعنا وليد؟ والله الحين مش سمعكم مقطع من النوبة التونسية في مقام السيكا التونسية. املا واسقي واسقيني يا اياف يا سيد الغيث لا من شراب شراب صافي مقرقع يبرئ الظمآن، والله لا يقطع نصيب حتى نقبل وجنته. لش الحبيب ينسى الحبيب ما صعب عني فرجته، هذا جزى قلب الكئيب اللي حصل في عشقته. قل علاش بدلتني وصرت تحلف باليمين، علاش يا غزالي خنتني الله حسيب الخائنين، علاش يا غزالي خنتني الله حسيب الخائنين. الله الله عليك. الله جد وليد، يعني انت تعرف لا اللهجه اللي عديت فيها هذا المقام جدا جميله. لكن انا بصلح لي المعلومه اذا كانت معلومتي خاطئه، التوانسه اللي بيحكوا بالقاف لف القاف كقاف هم التوانسه اهل المدينه. صح. والناس اللي بالقاف
يعني قلت لك وقلت لي هم أهل القرويين ولا شوف هو جهويات. نعم. يعني في مناطق ولايات في تونس يعني في الشمال وفي الجنوب. يعني القاء حاليا بحسب ما بعرف يعني القاء مختصرة على تونس العاصمة والساحل وكذا. نعم. بس في الجنوب وفي الشمال زد في حرف القاء يعني. الكاف كمان. وأنا بحكم أني مدرس يعني درست في الشمال وأنا أصلي من الشمال، مولود في العاصمة لكن أصلي من الشمال. يعني عنا في العائلة يعني أبوي يتكلم بالقاء يعني أي طبعا، وأنا بتكلم بالقاء لأني أنا مولود في العاصمة، يعني هذه من المفارقات. نعم. هي بس تختلف مناطق مغربية منا. بس كمان أنا انتبهت وأنت ما شاء الله بتغني قد يمكن انعكست الثقافة التونسية والغزل التونسي بقلب هاي النوبات اللي أنت حكيت عنها. بس أنا كمان بدي أعرف شو الشيء اللي بيميز الأغنية التونسية على الساحة. شوف هو الغناء العربي بصفة عامة متقارب، لكن في خصوصيات معينة لكل بلد. هو هذا الشيء اللي بيميزها. طبعا طبعا في خصوصيات من ناحيه نحكي معك موسيقيا، يعني المقامات التونسيه تختلف بعض الشيء عن المقامات الشرقيه ولو فيها تشابه، في كثير من التشابه، لكن طريقه الاداء وطريقه الالقاء الكلمه الايقاعات، خاصه الايقاعات اختلاف الايقاعات يعطي جو عام مختلف. صحيح. وخاصه طريقه الغناء، الغناء التونسي، وهذه من المحاسن في الغناء التونسي انه المطربين التوانسه، وانتم تعرفوا المطربين التوانسه انه اللي يغني التونسي بصفه عامه يقدر يغني كل الانماط التونسيه يعني الشرقيه بصفه عامه. شفتوا يعني عندنا بوشناق، عندنا صبر باعي، عندنا ذكرى محمد الله يرحمها. صحيح. عندنا لطفي بوشناق. اي طبعا استاذ من اساتذه الفن التونسي. وانا اشتغلت معه لمده 3 سنوات يعني في الفرقه نتاعه، وكان لي شرف يعني هذا عملاق من العمالقه. صحيح. من الفنانين التوانسه اللي كان لي شرف اشتغلت معهم. طب نسمع. نعم. حاجة بقى لطفي بوشناق أو نسمع ليموني الغربي. أيوة. مثلاً أغنيتي المفضلة ليموني. ليموني حاضر حاضر. ليموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، ليموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جالوا فني خذوا عيني شوفوا بيها، هالسمرة اللي غيرتوا منها وحبيتوني باش ننساها، هالسمرة اللي غيرتوا منها وحبيتوني باش ننساها، ما نجمش نبعد عنها وانا كل حتافي ماها، مسحور وعاشق في بدنا مسحور بخزرة عيني. جميل التراث والفن التونسي وليد ما شاء الله عليك. طب انا حابه اعرف بقى انت احلامك، يعني حابب توصل لفين؟ ايه الهدف اللي انت حاطه؟ والله يا اول شيء قبل ما نتحدث عن احلام لازم نتكلم على البدايات. اول شيء بدايات كل فنان يعني يكتشف نفسه منذ صغر انه بيغني، ويكتشفوه الاساتذه نتاعه اللي نحييهم من خلال هذا المنبر، ممكن حتى اسميهم يعني استاذ نزار عبد الكافي واستاذ سفيان بوحامد اللي كان لهم الشرف، واستاذ لطفي الخنوسي ضمه من الاساتذه، واستاذنا زهير بلهاني اساتذه موسيقيين كبار عندنا في تونس اللي بصراحه عندهم الحس الفني اللي اكتشفوا المواهب واللي دعموك واللي شجعوك يعني في المسيره الفنيه. بدايتي كانت كل الناس كنت نغني اكتشفوني في المدرسة يعني بغني، شاركت في مهرجانات وأنا في سن صغير 12 سنة 13 سنة 14 سنة بغني باخذ المايك وقف على الركح وغني وحدي. من المفارقات أني الدار الثقافة اللي تعلمت فيها الموسيقى كبرت وأصبحت أستاذ موسيقى ودرست فيها الموسيقى يعني ما شاء الله. يعني هذه يعني مسيرة فنان متواضع، هذه اتمنى تكون مسيرة كل الطلبة اللي عندي وانا بشجعهم من خلالكم يعني درسوا عندي الموسيقى، وان شاء الله كل واحد يلقى المجال باش يطور مواهبه. بالنسبة لي انا كفنان انا عندي عدة تجارب في تونس، منذ 1999 شاركت في مثلا في برنامج موهبة على السلم اللي كان برنامج كبير برشا، وصلت للنهائي، شاركت في عديد مهرجانات، عندي بعض الاغاني، يعني مسيرة فنان عادي. إن شاء الله نطمحوا المخير، إن شاء الله نحسنوا، إن شاء الله الإنتاج، خاصة كنت بخيل شوي في الإنتاج. أكيد هذا الموضوع كنت أسألك عنه. هل اليوم الفنان التونسي بيلاقي الدعم ودور الإنتاج اللي هي تساعده لحتى يوصل صوته للوطن العربي؟ طبعا تحكي على الدعم،
الدعم الثقافي لازم، يعني بصراحة في البلدان العربية لازم مش كون يدعمك، لازم الإنسان أول شيء يسعى ويشتغل ويجتهد، بس لازم الدعم يكون موجود بصراحة، لأنه الفنان لحاله ممكن بعدة مواهب تروح يعني مدفونة. اي وتروح كده يعني تمر مرور على مرور الكرام من غير ما نسمعها، اذا كان ما فيش انتاج وما فيش ابداع متواصل اللي يخليه كل مره يطمح باش يحسن من اغنيه لاغنيه، يعني يحسن نفسه ويطور نفسه ويعرف الساحه الاعلاميه والساحه الفنيه شو المتطلبات تاعها ويطور نفسه ان شاء الله. طب انا خاطر اسمع من صوتك شغله وليد. تفضل. انا بحب اسمع للفنانه لطيفه التونسيه في اغنيه من وانا صغير لليوم بسمعها ان شاء الله اكون حافظها ان شاء الله. شو رايك؟ بس هي يعني ما في حدا بالوطن العربي ما حفظ الاغنيه هاي. يا غدار يا غدار سيبني في حالي سيبني في حالي حافظها وليد؟ شوي شوي بركة بس على خاطرك. أو هي سمعنا شيء على ذوقه يعني كمان ان شاء الله سمعوا شويه اللي يحب هو بعدين نسمعكم ان شاء الله. اوكي يلا. يا غدار سيبني في حالي سيبني في حالي يا غدار، انا مش حمل اللي بيجرالي اللي بيجرالي يا غدار يا غدار، سيبني في حالي سيبني في حالي يا غدار، انا مش حمل اللي بيجرالي اللي بيجرالي يا غدار. مطلع فقط بس حاجه بقى على ذوقك بس الكلام به. انتوا شو تحبوا يعني تسمعوا؟ يعني بنحب نسمع كذا شيء شرقي تونسي شو تحب اللي تحبه. يلا انا لو دخلت لو ركبت تاكسي عندكم بتونس شو الاغنيه المشهوره عندكم والترند اللي دائما بيسمعوها؟ الحين في اغنيه بصراحه محلة شعبيه شويه اما في اغنيه لطفي بوشناق. الله. طب يلا لو حافظها. يلا اكيد باش نعطيكم مطلع منها. هي أغنية شعبية يعني لطفي بوشناق ما شاء الله عليه يعني متنوع يعني أكيد. ينوع نفسه ويطور نفسه ما شاء الله عليه أستاذ. كيف شبحتي خيالي لا وسع على بالي، كيف شبحتي خيالي لا وسع على بالي، قلبي نجز من الضلوع مشالي، قلبي نجز من الضلوع مشالي. يقول كيف شبحت خيالك لا وسع لبالك، قلبي نجز من الضلوع مشالك، يعني كلام قوي جدا والكلمة الصادقة توصل يعني للعالم الكل. صحيح. وليد نورتنا وشرفتنا النهاردة وكان الحديث جميل جدا معاك، بس احنا ما زلنا عندنا طمع. طبعا طبعا بص هو عارف. عايزين نسمع بقى حاجه كده على ذوقك، انت قلت الصوت التونسي يغني اي حاجه غني كل شيء، فسمعنا حاجه على صوتك نختم عليها للساده المشاهدين ينبسطوا معنا فيها ان شاء الله. بسمعكم اغنيه للفنان ام كلثوم. الله تلحين محمد عبد الوهاب انت الحب. انت الحب يا جميل. يا ما قلوب هيما هيما حوالي، تتمنى تسعى يوم 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 برضا، وانا اللي قلبي ملكي ايدي تنعم وتحرم تنعم وتحرم، زي هواك الليل عليا طال بين السهر والنوم، اسمع له من العزال اسمع له من العزال، اضحك وانا المجروح وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك، لو عانيت يا رارا لو عانيت يا رارا، وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك.
ظلمك لوانيت يا رب لوانيت لكن أغير